أطلب من الشيخ عبد الله ماذا تقصد بالدرجة الأولى في نفع النفس، يعني حتى نستطيع لنا أيضا لا يذهب ذهن المستمع أو المستمع إلى أشياء محدودة أو أشياء معينة إلى آخره، فماذا يقصد الشيخ عبد الله في هذه النقطة؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك، ما مطلقة ينفع؟ النفع المعتبر هو نفع الآخرة. أها جميل. وكل نفع غير نفع الآخرة إن كان سبباً في استقامة حياتك لكي تعمر الآخرة فهذا أيضاً مرجو. يا سلام يا سلام يا سلام. تتكسب حتى تستغني عن الناس إلى غيرها من المنافع الدنيوية. فديننا والله الحمد والمنة ليس دين يهتم بأمر دون آخر. يا سلام. وهذه النقطة المهمة عجيب. لا، أنت تعمل امشوا في مناكبها تتكسب لا إشكال، لكن الأصل والنفع المرجو هو أن تعمل في هذه الدنيا لأجل الآخرة. يا سلام يا سلام. النفع المرجو في الآخرة. نعم. وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة سنصيبك من الدنيا.